صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة عندنا موضوعات جميلة وكتيرة وحلوة أوي. هنتكلم النهاردة الأول بنعيد لكل إخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد الرسل. النهاردة عدة مواضيع هنتكلم عن الإخوانية توك الكرمان ومدى استبدادها للمسيحيين، وعيد رياض المسيحية قالت ايه عن المسلمين، وهنتكلم عن استشهاد شخصين في مدى الأهمية. مواضيع كتيرة ومواضيع حلوة. الأخت توكا الكورمان دي من ضمن الشخصيات اللي ظهرت أيام الثورة. فيديو الإخوانية توكا الكورمان تستفز المسلمين والمسيحيين بالحج في آيا صوفيا القدرائية التي حولها أردوغان لمسجد. رواد التواصل الاجتماعي: الحج في السعودية يا كورمان، الله لا يغفر لك، خربت اليمن. دي لحظات تستغليها في إثارة الجدل. أثارت الناشطة اليمنية المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية توك الكرمان غضب الكثير من المسيحيين والمسلمين في العالم. وتشتهر كرمان بخرابة البلاد لدورها الكبير في نشر الفوضى والأزمات داخل دول بالمنطقة، بعدما يعرف بثورات الربيع العربي من خلال دعمها للجماعات المتشددة للوصول للحكم. حيث نشرت كرمان أمس الجمعة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وحمل عنوانه إلى آيا صوفيا لبيك اللهم لبيك، جمعتكم مباركة أو جمعتكم مباركة وعيدكم سعيد. وظهرت كرمان في الفيديو برفقة أسرتها من داخل سيارة متجهة إلى آيا صوفيا تركيا، وهي القدرائية التي حولها النظام التركي بقيادة رجب طيب إردوغان إلى مسجد، ما أثار غضب المسيحيين في كافة بلدان العالم. وراحت تردد كرمان تلبية الحج قائلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعم لك والملك لا شريك لك، لتستفز المسلمين أيضا بتروجها للحج في تركيا. وكتب حسابه باسم هو: ربنا ينتقم منك يا وش الخراب. وعلق حساب آخر هو: مكان الحج اتغير، مش كان السعودية بقى تركيا امتى. وكتب أيضا جلال طاهر: التلبية للحجاج ويا سيدة توكا، أما باقية المسلمين فقد شرع الله لهم التكبير بمن فيهم المصلون في آيا صوفيا. وأبدأ أحمد حسن اندهاشه: يعني بتحج هناك بتركيا. وكتب آخر: الأخت توكا، التلبية للحجاج وليس لغير الحاج هذا، أولا. ثانيا: لا يجوز للمرأة رفع صوتها لا بالتلبية ولا بالتكبير، وكل عام وأنتم بخير. وعلق أيضا أبو عبد المجيد: إن شاء الله لا يغفر لك ذنب طالما خربت بلادك ورحتي، الله لا يوفقك ولا يرضى عليك. كما أبدا دهاش حسابة توك الكرمان لحج إلى آيا صوفيا كنيسة المسيحيين مسبقا. وكتب أيضا شخص: اللهم بحق هذا اليوم أن يورينا فيك عجائب قدرته. وعلق ميرو: بذمتك دي لحظات تستغليها في إثارة الجدل، الله يهديكي. فيما كتب شخص آخر: عبادة الله يجب أن تكون بالكيفية التي أرادها الله لعبادة وليس بها تهوى النفس. وعلقت تتا: متى غيروا الحج وصار بتركيا؟ وكتب حساب باسم جهاد: أصبح الحج بتركيا. كما علق: عنتر عليك من الله ما تستحقي. وفضح حساب جرائم كرمان: خربت الوطن ورحت تستثمري بتركيا، اهم شيء عايشة في نعيم وشعب بكل من القمامة، الله لا يوفقك انت ولا اللي خربوا وخرجوا معاك بالثورة. وكتب حساب باسم منيا: والله غريبة تحجين الى آيا صوفيا. وقال صدام: انت سبب ما يحدث باليمن. وهجم شخص آخر: العبادة أصبحت رياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب محمد عبد الحكيم: كانت تقول سنموت ها هنا بالوطن.
ومن أجل هؤلاء المساكين والمستضعفين أيام الساحات والآن بتركيا وغيرة الكثير مما طلع من فوق الشعب هذا المسكين الغلبان وياريته بيتعلم. ولأنها تساند الجماعات المتطرفة كانت هاجمة كرمان الرئيس التونسي قيس سعيد بعد قراره بتجميد عمل البرلمان التونسي بعد الإرهاب الإخواني داخله وإقالة رئيس حكومة النهضة الإخوانية ورفع الحصانة عن كل النواب وجاء القرار بعد خروج الشعب ضدهم. وكتبت كرمان الروبوت رئيس الروبوت قيس بن سعيد يجمد البرلمان التونسي ويقيل الحكومة حين تستمع إلى خطبات تشعر أنك أمام روبوت تم صناعته وبرمجته في مصنع رديء للغاية الحرية لتونس. خبر آخر عيد رياض المسيحية ماذا قالت عن المسيحيين في عيد الأضحى؟ كلام الفنانة عيد رياض أكدت أنها ما زالت تحتفل بعيد الأضحى كل عام وتحرص على أكل الفتة وذبح الأضاحي. وأشارت الفنانة عايدة رياض قائلة أنا مسيحية وأحتفل بعيد الأضحى بذبح الأضحية وأكل الفتة في الصباح مثل المسلمين لأنني تربيت في بيت كنا نتعامل فيه كلنا كأسرة واحدة لا فرق بين مسيحي ومسلم. زمان كان التعامل ليس له علاقكم بالديانة أكل الفتة. وأضافت عيد الأضحى نقوم بذبح الأضاحي سواء عندي أو عند أحد الأقارب حيث نتجمع ونذبح ونفطر بالفتة ونعيش طقوس العيد مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على عيد الفطر أيضا حيث يتم تناول الكعك والبسكويت وقبلها في رمضان حيث نحضر الفانوس وهذه الروحانيات تتمسك بها منذ صغرها وتربت على ذلك. هذه هي الراقصة عيد رياض. ولكن نترك كل ذلك ونذهب إلى اليوم الجميل اليوم 5 من الشهر المبارك أبيب أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان نغفر الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. اليوم 5 من شهر أبيب استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس. وفترة صوم الرسل بمثل هذا اليوم استشهد القديسان العظيمان الرسولان بطرس وبولس. أما بطرس فكان من بيت سيدا وكان صيادا فانتخبه الرب ثاني يوم عماده بعد انتخابه الأخير اندرابوس وكان ذي إيمان حار وغيرة قوية. ولما سأل الرب التلاميذ ماذا يقول الناس عنه أجابوا إلي وأرميا وأحد الأنبياء. أما بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله. وبعد أن نال نعمة الروح المعزي جال في العالم يبشر بيسوع المسيح المصلوب ورد كثيرين إلى الإيمان. وقد أجرى الله على يدي آيات كثيرة وكتب رسالتين إلى جميع المؤمنين. ولما دخل روميا وجد هناك القديس بولس الرسول وبكرازتهم أمن أكثر من أهل روميا فقبض عليه نيرون الملك وأمر بصلبه فطلب أن يصلبوه منكسا وأسلم روحه بيد الرب. أما بولس الرسول فقد ولد بطرسوس قبل ميلاد المخلص بسنتين وهو من جنس يهودي من سبط بنيامين فريسي ابن فريسي وكان عالما خبيرا بشريعة التوراة شديد الغيرة عليها مضطهدا لكل المسيحيين. ولما رجم استفانوس كان يحرس ثياب الراجبين واختار زائر من قيافة إلى اليهود المتوانين في دمشق للقبض على كل المسيحيين. وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس. ثم أمره أن يذهب إلى حنانية بدمشق وهذا عمده وللحال فتحت عيناه وامتلأ من نعمة المعزي وجاهر بالإيمان وجال في العالم وبشر بالمصلوب. ونلأه كثير من الضرب الحبس والقيود وذكر بعضها في كتاب أعمال الرسل وبرسائله. ثم دخل روميا ونادى بالإيمان فآمن على يديه جمهور كثير وكتب لهم الرسالة إلى روميا ويقول الرسائل 14 التي له. وأخيرا قبض عليه نيرون وعزوه كثيرا وأمر بقطع رأسه. وبينما هو ذاهب مع السياف التقط به شابة من أقرباء نيرون الملك كانت قد أمنت على يديه فصارت معه وهي باكية إلى حيث نفذ الحكم فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع وقطع السيف. يهب رقبته
وتلقاه كان ذلك في سنة 67. فقابلت الشابة السيافة أثناء عودته إلى الملك وسألته عن بولس وأجابها أنه ملقى حيث تركتهم ورأسه ملفوف بقناع. فقالت له: كذب، لقد عبر هو وبطرس عليهم ثياب ملكية وعلى رأسيهما تجانا موضوعان باللآلئ وناولني القناع وهذا هو ورأته إياه ولما كان معه. فتعجبوا من ذلك وأمنوا بالسيد المسيح. وقد أجرى الله على يدي بطرس وبولس آيات عظيمة حتى أن ظل بطرس كان يشفي المرضى ومناديل ومآزر بولس تبرئ الكثيرين فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. صلوات تكون معنا أمين والربنا المجد الدائم أمين. وهذا اللي هو اليوم الذي تعيد فيه الكنيسة بفطر الرسل ويعمل اللقان بعد رفع بخور باكر في الخورس الثالث وملابس الخدمة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي وانتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين. خبر آخر: عودة الفتاة القبطية المختفية مارينا سامي بن سويف إلى مدى التلاعب بمشاعر الناس وبملاعب مشاعر المسيحيين. عبرت أسرة قبطية ببني سويف عن سعادتهم لعودة ابنتهم المختفية مارينا سامي بعد اختفاء الثلاثاء الماضي. وقدمت الأسرة شكرها لتعاون الأجهزة الأمنية لتعاونها في عودتها ولتحقيق السلام لأسرتها ولقريتها. وكانت مريم سامي طالبة بالفرقة الأولى بقرية أهل مركز سمستا اختفت في ظروف غامضة الثلاثاء الماضي أثناء ذهابها لحضور كورس مدينة بني سويف قبل نجاح الأمن في إعادتها. ما هو السبب في إعادتها؟ لن يقول أحد، لن يتكلم أحد. اللعب بمشاعر المسيحيين، اللعب بمشاعر الدولة المصرية. كفاكم يا مسيحيين، كفاكم 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 هزل، كفاكم هراء. تعبنا، نفسيتنا تعبت، مش هقول أكتر من كده. واللي يوافقني يوافقني واللي ما يوافقنيش براحته.